السجن وايه اللي حصل لي لحد دلوقتي. ايوه يا باشا انت فين دلوقتي؟ كانت في خناقه هنا امبارح امين شرطه لا واقف لابس يعني ميري، محدش يعرف ان هو امين شرطه. مالك ما حدش يعرف ان هو امين شرطه، طلع من جوه عشان يحوش. تعال لي راح ايه الامين ضربه من هنا لهنا، مسكوا في بعض وفي واحد هنا تاني برضه زميله مضروب ومتعور، خدوا الاثنين على الاسم جابوهم من هنا بالضرب وخدوهم هناك الاسم على السبور وفضلوا يدقوا فيهم لحد ما ماتوا خالص من الضرب. ايه اذكر يا سامي يا محمود، اللي يضرب فيه بالدشه بتاعت الاهلي في جنابه دلوقتي هم بيشيلوا له الطحال، وعنده كسرين في العضله في مستشفى القصر العيني، وشالوا الطحال. مطلبنا بكرة كلنا نبقى عند مكتب النائب العام عشان نقدم البلاغ والنيابة تنزل انها تعينه، هو دوت مطلبنا. اموال التامينات وهي بتسر، اموال التامينات بعد اذنك وهي بتسر، من سنه 2003 بيجري عليها غير الشباب دول واحنا الحد الادنى للقبوض، العمال بيتم مص دمهم من العمل، الشركات اللي اتخصت خطرات القانون يرجعها. النهارده لا بعد المؤتمر احنا بقول لك اقعد معاك بعد المشكله عندنا. كانوا اللي بيتخانق امين شرطه.